ما في ما في لو جه هو صح ما بيقدر يعني لو لوحده بعيش بس هو جه صح ما بيقدر ياخذ اذان عيب عليك ابو الريم هو ابو الريم بينام عندي ليك شو وسخ بيقول لي بس تجي انت لعندي اوعى تفكر عندي بالبيت وما اعرف شو بتنام ما عمرك معك يا رامي ها حبيبي نحن بلبنان اهل الضيافه والكرم اي والله اكيد طبعا نايم لان عن جد الكلام اللي يقوله رامي رحمه وريك منظر جميع شكري انا ماضي تبع ال سويمينج تبع السويمينج سيبك قال لي انه يا دكتور خلص وحياتك جوعت الزيت هلا تحممت هيك صراحه كثير تعبان ما اجي زيادة شكري خلص وحيات امي اقول لك حاجه ليه عم تعمل هيك 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 ايه هيك عم تطلع هيك هالنظره انه انا عارف كل شيء وما بدي إيه. لا دي نظره انزل ولا شو يعني ما فاهمك ها؟ اوكي؟ شوف فاهمك شوف خليك مدد اوه عزوز كان مرة نفس الشخص تكلمنا عنه ويطرقك وحدة طب أنا باكل اه سوري هذه عرفت من هي هذه؟ اه ليه طرقت؟ اه عن جد؟ والله العظيم اول اللي صارت هذه هي يسأل عزوز طلعوا يسأل عزوز ردتوني ضحك وقتها كذا مركب ورا رايح كذا والمسوي شوف شوف كذا يعني رماه هو ماشي كذا ولا كان في احد واضح كذا ايه ده؟ ايه يا مادة؟ ثانكس كيف كل واحد منا اخذها شخصيه عرفت كيف؟ ايه الجمال ده دغري اه ثانكس انت فكر فوت نام تعبان شو هيك يا حيوان باكل بلحق الله اشتغلت شيء علي قالوا سلطان هو علي قالوا سلطان عم بيقولوا لي بدهم يخطبوني هيك تقبلي؟ بدرية تخليك راح بودو بجد من كنت انا زهقان باكل يعني تصدق نفسي قميصك نزلها يا حمار طيب اكل بس هيت لايك بس ترجع تعملها بتزبط بتصرف فيه انت الجمعة هلا؟ ليه؟ لا ما عندنا السي دي ولا اي واحد سي دي شو؟ مش بدرية مش نصيف مش انت مش نصيف رايح الحسن هادي بدرية شكري شكري بتحبني صح؟ شكري كلمهم ضروري جد انا امسك والله بعتلهم مسج شكري عن جد انا احس في الم فظيع والله العظيم بعتلهم مسج واكلت الحبوب المسكن ورجلي صارت كبيرة رجلي صارت
عند الله الله ما اخذها للسيديات. لا مش مقطعي انا اليوم فركست عليهم ما لقيتهمش. طب مين اللي ماخذ السيديات؟ طاهرة تقول لي مش انا، زينة تقول لي مش انا، واسمة تقول لي مش انا. فركستوا بالكدا تلقاهم قدام عينيكم. والله مش انا ورحمة بابا. انا فركست عليهم انا باش نحفظها. انا اليوم ما تدربتش عليها جملة. فما واحدة بس. حبيبتي بدرية لا. كيف انا وياكي سمعتيني انا اليوم؟ هذيك في الاستوديو ما خرجتش بها جملة. ايه؟ ايه؟ بالمسرح. السيدي يرجع للصندوق. بالمسرح بالمسرح استغفر الله. بالمسرح بالمسرح. بالمسرح بالمسرح سمعتيها مش برا. طب يلا روحي دور السيديات انا مالي خص. ليه ما تقدرش تعيط عليا رحمة؟ تعرف ليه؟ لأنه استاذ خليل هون؟ ايه لأنه سمعني حتى اللي انت مسؤولة عن السيديات. بده الشباب؟ شكري اجي اسأل عن السيدي ما بعرف وينه انا عمري ما تمرنت. بس كله لا يسمع لا يرى لا يتكلم كله. أجل في دور في دور دي؟ تعودي تعودي رحمة. بده الشباب؟ لا